أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد. أبرز ما لدينا في حلقة اليوم. في وسط رابية يعد حصاها والخيل تعلم والفوارس أنني. المتنبي الصغير ينال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تريم الغنا تحتضن البطولة الأولى للفروسية. سمارت أبديت أول مقهى مخصص للنساء في صنعاء القديمة. يا قيادة المجلس بكم نأمل. أمة الغني فتاة تجاوزت عمرها بعقود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كما عودناكم نطوف في أرجاء الجغرافيا اليمنية لننقل لكم كل جديد ومميز. في حلقة اليوم نبدأ مع هذه الأجواء التنافسية المميزة والهتافات الجماهيرية، حيث احتضنت مدينة تريم حضرموت البطولة الأولى للفروسية والتقاط الأوتاد في فعالية شارك بها 10 فرسان، شهدت حضورا جماهيريا كبيرا حفزت الفرسان على تقديم لوحات جمالية. نشاهد وإياكم المزيد في هذا التقرير. لأول مرة في محافظة حضرموت تقام هذه البطولة. 10 فرسان من نادي سيئون للفروسية ومربط باعش تنافسوا في عدد من المهارات الاحترافية، شملت القفز على الحواجز والتقاط الأوتاد بحضور جماهيري كبير في حدث هو الأول من نوعه على مستوى البلاد. حيث بدأت فعاليات البطولة بأولى أشواط الجولات التنافسية في لعبة التقاط الأوتاد بمنافسة الرمح والسيف فئة الفرق، عقبتها فعاليات لعبة التقاط الأوتاد فئة الأفراد، إضافة إلى تحدي القفز على الحواجز. طبعا البطولة تنافس فيها 10 فرسان من نادي سيئون الفروسية ومربط الحبيب صالح باعش في لعبة التقاط الأوتاد وقفز الحواجز. لعبة التقاط الأوتاد في مباراة الرمح والسيف وفئة الفردي والفرقي، والحمد لله طبعا كانت ناجحة وكانت لها الحضور جماهيري غفير، وهي تقام لأول مرة في مدينة تريم أو محافظة حضرموت بشكل عام، ونتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة تكون بشكل موسع وشكل منتشر وتحظى باهتمام من المسؤولين والجهات الإعلامية بتسليط الضوء على هذا الحدث. الفارس علي الحيمي من نادي سيئون للفروسية حصد المركز الأول في البطولة بعد أدائه الاحترافي في تحدي التقاط الأوتاد ب60 نقطة، كما حقق المركز الأول بدون أخطاء في مسلك قفز الحواجز على مسافة 1.20 متر. شعوري فرحان وسعادة وسرور بهذا المستوى، الفرسان أجمع والتقاط الأوتاد فرقي وهندي وفردي وخاصة فئة قفز الحواجز، ونتمنى المزيد من الدعم والمزيد من التألق في مدينة تريم مدينة حضرموت كامل محافظة حضرموت، وندعو وزارة الشباب والرياضة إلى الاهتمام بهذه الرياضة، رياضة الفروسية الرياضة الأصيلة أصل الرياضات، وأن يهتموا بالفروسية والخيول والفرسان أجمع. البطولة التي حظيت بحضور جماهيري كبير رغم إقامتها لأول مرة بحضرموت تستدعي اهتماما أكبر من قبل الجهات المعنية لتشجيع هذه الرياضة الضاربة في عمق التاريخ والتي رغب فيها الدين الإسلامي الحنيف، وهو ما يتطلب دعما أكبر لإحياء هذه الرياضة التي اندثرت منذ سنوات طويلة. قدم العديد من اللوحات الفنية ونمى موهبته متحديا إعاقته، ولم يكتف بذلك بل طور واستطاع أن يحرك تلك الأعمال بطريقة الرسومات الكرتونية ليحصد بذلك العديد من الجوائز التي تشهد بموهبته. ياسر باحاج الرسام الذي كسر قيود الإعاقة بريشته في هذا التقرير. من الوهلة الأولى يبدو شابا عاديا يمارس هواية الرسم بكل براعة وإتقان، لكن المفاجأة عندما نكتشف أن هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. ياسر باحاج من أبناء مديرية الروضة بمحافظة شبوة، ولد وهو يعاني من فقدان القدرة على التحدث أو السماع، لكنه لم يقف عند حاجز الإعاقة بل حمل حزمة من الأوراق وعلبة متواضعة من أقلام الرسم، وأبدع في مجال لا يتقنه كثير من الأصحاء.
يقول انه بدا بال يعني اوراق البسيطه، الرسمات البسيطه، يشوف كذا ويرسم حاجات بسيطه ودرجه درجه، يعني يصلح حاجات كذا. واقرانه عاتبوا عليه، سخروا منه وحاول استمره، استمر شويه شويه، وتالي يصور بالجوال، يصور حاجات على الواقع، يصورها ويحاول انه يرسمها، يعني باي طريقه يحاول انه يخسر في الاولى، يخسر في الثانيه، يخسر في الثالثه، وينجح درجه درجه. ولما تطور تالي راح درس في عتق في مدرسه المعاقين، وشويه شويه يعني كل ساعه هو يطور نفسه. لم يستطع ياسر اكمال تعليمه النظامي بسبب حالته الخاصه التي لم تسمح له بذلك، لكن الهمة والطموح والتحدي الذي يتحلى به جعله يطور من ذاته ويعمل على تنمية موهبته، حتى تمكن من تعلم صناعة الرسوم المتحركة بطريقة احترافية، فحرك الرسومات التي نقش تفاصيلها بيده. وهو أيضا خطاط ماهر يجيد كتابة العبارات على جدران المحال التجارية، وليس هذا فحسب، بل نال جوائز عديدة في مجاله، كان أبرزها تكريمه بدرع التحدي المقدم من رابطة المبدعين العرب في جمهورية مصر العربية كأحد أفضل الرسامين التشكيليين. ياسر أحمد بحاج هو شخص من ذوي الإعاقة، فئة الصم والبكم. تميز ياسر وأبدع في مجال الفن التشكيلي والرسوم المتحركة. تحدي صعب أن يكون شخص من ذوي الإعاقة أن يبدع في هذا المجال، وخصوصا الرسوم المتحركة. فبهذا التحدي الذي تجاوزه ياسر استطاع أن يفتح لنفسه والأقرانه من ذوي الإعاقة شيئا في مجالا في سوق العمل. أيضا ياسر كانت له مشاركات دولية، شارك في مهرجان رابطة المبدعين العرب لذوي الإعاقة، واستطاع أن يحصل على الدرع الذهبي في هذه المشاركة. أوصل ياسر رسالة للآخرين أنه لا مجال لليأس مع الأمل، وأن الإعاقة لا يمكن أن تكسر الإرادة والعزيمة، فليس للإبداع حدود ولا إمكانيات. فياسر أصر على أن يكون له مقعد في مجال المعرفة والنجاح، وكان له ما أراد. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد، شبوة. جميل ما قدمه ياسر في هذا التقرير. الإعاقة بالفعل ليست إعاقة الجسد، وإنما إعاقة الروح. نرجو التوفيق لياسر ولكل المبدعين. مشاهدينا الكرام، إلى مبدع آخر في حلقة اليوم، وهي حلقة مليئة بالمبدعين. بإتقان كبير وجرأة وحماس شديدين، يقدم الطالب علوي أحمد القادم من أحد المدارس الريفية بمحافظة أبين برفقة زملائه القصائد الشعرية والمشاهد التاريخية ببراعة منقطعة النظير. لاقت استحسان الكثير وحصدت المقاطع المنتشرة عن علوي ورفقائه رواجا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. كاميرا أسبوع البلد كانت حاضرة هناك لتحكي لنا تفاصيل تلك المواهب. نشاهد وإياكم سويا. أنا صخرة الوادي إذا ما زحمت، وإذا نطقت فإنني الجوزاء، وإذا خفيت على القبي فعذر، ألا تراني مقلة عمياء. من تاريخ امرؤ القيس وعنترة بن شداد وأبي الطيب المتنبي، يلقي الطفل علوي أحمد القصائد والمشاهد التاريخية بحماس كبير هو وزملائه الصغار في مدرسة الشهيد عوض أحمد الواقعة بالخديرة في المنطقة الوسطى بأبين. يواصل هؤلاء الطلاب تقديمهم للعروض والمشاهد التاريخية بطريقة جذابة وممتعة. يا عبل كم من فارس خليته في وسط رابية يعد حصاها، والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها. طبعا كسبت هذا المهارة من متابعة المسلسلات التاريخية مثل أزير سالم ومسلسل عمر بن الخطاب ومسلسل عنترة بن شداد، تابعتهم قبل أن ندخل المدرسة. أول مسرحية كنت غائب عن المدرسة، فجاء أحد أصدقائي وأخبرني أنها سوف تكون معنا ندوة، فقال هل سوف نشارك؟ فقلت له نعم،
ورتبنا هذا المشهد وقدمناه ونجح. الطفل علوي أحمد واحد من بين العديد من الطلاب الذين أجادوا تقديم القصائد الشعرية والعروض وغيرها، ولاقت المشاهد التي يقدمونها تفاعلا ورواجا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. علي سلعي تدش بشة تفضل أدنس الرسلي وهذا يا عبد الطيب شعر لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأكساب بالعلل. طبعا كانت البداية عن طريق تفعيل الجانب الوجداني والمهاري بالمدرسة، والذي من خلاله ينظر إلى الطالب كشخصية متكاملة إلى جانب الجانب التعليمي، ومن هنا تم التنقيب واكتشاف هذه المواهب التي أبهرت الجميع. وهذه المواهب يعني قدمت مستوى عالي رغم شحة الإمكانيات والواقع الصعب والمؤلم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. من بين ركام الحرب يولد الأمل، ومن قلب المأساة يولد الإبداع، شعار يحمله الطالب علوي ورفاقه وهم يتلقون تعليمهم تحت ركام مدرستهم التي تضررت من الحرب. طالب من جهة الاختصاص في مكتب التربية والتعليم في إدارة السلطة المحلية مثل العبدلية والسلطة المحلية في المحافظة مثل المحافظة الاهتمام بهذه المدرسة وأعطاها حقها الذي تستحقه، فهي مدرسة عريقة تأسست في أربعينات القرن الماضي. ويتمتع الكثير من الطلاب بمواهب متعددة، لكنها تفتقر إلى الدعم والرعاية الكافية والتوجيه السليم، وهذا ما تأمله إدارة المدرسة من وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد أبين. الله عليك يا علوي، بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ موهبة جدا رائعة وإلقاء جدا مميز. إذا كان هذا الفيديو يشاهده علوي ورفاقه فهي نصيحة لكم، استمروا مهما كانت الظروف ستصلون بإذن الله تعالى إلى مبتغاكم. استمتعنا جدا ونحن نشاهد هذا الإلقاء الجميل من علوي. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا. تسببت الأحداث التي تشهدها تعز منذ 8 سنوات في زيادة أعداد الإعاقات المزدوجة نتيجة الفزع والآثار النفسية التي خلفتها الحرب عليهم وعلى أسرهم، ومع زيادة أعدادهم قلت المراكز المتخصصة في علاجهم والاهتمام بهم، ما ضعف الجهد على مركز واحد يستقبل الآلاف منهم. نتابع. ألقت الحرب وآثارها على كل قطاعات الحياة في تعز. مرضى الإعاقات المزدوجة الحلقة الأضعف في مواجهة آثار الحرب. ومرضى الإعاقات المزدوجة هم أشخاص يعانون من عدة إعاقات مثل الإعاقة الحسية المصاحبة للإعاقة الحركية. أكثر من 3000 مريض يترددون على مركز الخير لذوي الإعاقات المزدوجة الوحيد في تعز، والذي لم يجد مقرا له سوى مصنع هزاع طه الذي دمر بسبب الحرب وأصبح اليوم مقرا لهم. 100 مريض يتلقون في المركز بشكل يومي أنشطة تعليمية وتدريبية متنوعة ينفذها المركز من أجل تأهيل الأطفال، بالإضافة إلى قسم العلاج الطبيعي الذي يساعد على إعادة تأهيل أجسام بعض الأطفال. الآن احنا جالسين هنا بشكل مؤقت، نحتاج لمركز فيما بعد مستقل باحتياجاته كامل مجهز بأدواته للطلاب وغرفة مصادر وغرفة علاج طبيعي. كمان نحتاج للطلاب علاجات، في عندنا طلاب لولا إعاقتهم والضمور بحاجة علاجات أمراض سكر وقلب، لأنه الأمراض عندنا مزدوجة والإعاقات مزدوجة والأمراض عندنا كثيرة جدا. ومن وسط الركام تحاول إدارة المركز رسم الابتسامة على وجوه هذه الشريحة التي ضاعفت الأوضاع التي تعيشها تعز من معاناتهم. ضغوط كبيرة تواجه المعلمات التي يعملن بجهد مضاعف دون تقدير كاف من الجهات الرسمية والجهات الداعمة، إذ تعمل غالبية المعلمات بشكل تطوعي دون رواتب رسمية أو غير رسمية. تحديات أخرى تواجه المركز، وهي افتقاره إلى وسائل المواصلات التي تساعد على نقل الطلاب الذين لا يستطيعون التنقل في المواصلات العامة،
بالإضافة إلى الضائقة المالية التي يمر بها أهالي الطلاب الذين لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف وسائل المواصلات. نحن بس نطلب من ولي الأمر وصل ابنك ورجعه أو اتفق مع باص عشان يوصل. هنا الإشكالية إنه أغلب أولياء الأمور ما يملكوش المادة أو قيمة المواصلات عشان يوصلوا أطفالهم، فيا حبذا يا ريت يعني لو في شخص يعتمد لهم أقل شيء حق مواصلات. كمان النقطة الثانية المربيات اللي بالمركز، المربيات طبعا مربيات متطوعات طبعا يشتغلن تطوعيا بدون أي مردود مالي بدون أي حاجة. دائما نحن نتمنى من الايادي البيضاء وفاعلي الخير ومؤسسه المجتمع المدني لو يلتفتوا لهذين المربيات اللي يشتغلين طوعيا لوجه الله. نداء استغاثه وجهته اداره المركز الى الجهات ذات الاختصاص للالتفات لهم وتفقد معاناتهم والمساعده على انقاذ هذه الشريحه التي تعاني بصمت. من أحد المباني في قلب صنعاء القديمة وبجوار عبق التراث الأصيل عمدت نورة شامية رائدة الأعمال اليمنية إلى إنشاء مكان تتوفر فيه الخصوصية للنساء وتقدم فيه لزبائنها الوجبات المنزلية الصنعانية العتيقة على وقع الموسيقى والحداثة. سمارت أبديت، أول مقهى مخصص للنساء في صنعاء القديمة، نتابعه وإياكم في سياق هذا التقرير. في قلب صنعاء القديمة قررت نورة شامية أن تنشئ بيئة ملائمة للفتيات للاجتماع والجلوس به، وذلك لافتقار صنعاء القديمة إلى مثل هذه الأماكن، ما يضطر الكثير منهن للذهاب إلى مناطق بعيدة وربما خارج حدود صنعاء القديمة، مع كون كثير منها غير مخصصة للنساء، ما يمنع بعض الأسر من السماح لبناتهن بالذهاب إليها. لذلك افتتحت نورة منذ عام في منزل أسرتها الجميل ذي الطابع التراثي الأصيل بصنعاء القديمة معهدا خاصا بالنساء لتعليم اللغة الإنجليزية، ولقت فكرتها قبولا كبيرا. بداية كان الأول مشروع اللي هو المعهد للبنات في صنعاء القديمة. فكرة المشروع كانت من وحي معاناة الطالبات البنات اللي حول في صنعاء في مديرة صنعاء القديمة، انه ما فيش معهد مؤهل تأهيل كامل من ناحية المنهج ومن ناحية الكادر التدريسي، مما بنلاحظ ضعف في اللغة الإنجليزية في المدارس. فكانت هنا الفكرة انه ننشئ لهن معهد، اغلب المعاهد القوية بتكون خارج صنعاء القديمة. طبعا الاهالي بيكونوا متحفظين ومتشددين من ناحية انهم يخلوا بناتهم يدرسن كتعليم مختلط، فاوجدنا بيئة مناسبة لهذه الفئة من البنات والطالبات. ما لبثت أن فكرت في إضافة استراحة وتقديم وجبة الإفطار والقهوة، فافتتحت استراحة صغيرة ذات إطلالة جميلة في أعلى المنزل. قبل فترة أنا سافرت أب والحديدة في العيد، فكان صاحباتي يرسل لي اللي هو فيديوهات وصور محانكه، يعني انه احنا خرجنا بقعة ابو فلان. فمجرد ما رجعت صنعاء كان اول مكان اشتي اتوجه له وهذا المكان، لانه فعلا شدني، شدتني الصور الطابع التراثي مع المودرن في نفس الوقت. فمجرد ما جينا هنا تفاجأت انه معاهم الاكل البلدي، البرعي، الزلابية، الزحاوك في المزحقة. كان قوي، يعني مفاجأة لي ان انا القى اكل حق بيتنا بس مش في بيتنا. فصدق كان قوي ومريح، مريح للنفسية، احس باستكنان هكذا، افعل زي البريك ما بين الدوام العملي الى الدوام النظري، فاقدر ان انا اكمل باقي اليوم. تفاجأت نورة بالاقبال الكبير على المكان وازدحام الفتيات وفرحتهن بتوفير مكان امن يراعي خصوصياتهن. تستقبل نورة كذلك اعمال ربات البيوت اللواتي يقمن بصناعتها في المنزل، مثل صناعة بعض المعجنات، وتقوم ببيعها وتسويقها دون أي مقابل، وذلك لتشجيعهن على العمل وكسب لقمة العيش. بحب أن أوجه كلمة لأي سيدة أعمال أو أي امرأة بتطمح أن يكون لها مشروعها الخاص، أنه توكلي على الله وابدي، لأن اليمن وخاصة منطقة صنعاء والمناطق الداخلية هذه عندها فقر في المشاريع الترفيهية خاصة للمرأة. نورة شامية مثال رائع للمرأة اليمنية التي تعكس صورة مثالية عن المرأة الناجحة وما يمكن أن تقدمه لبنات جنسها ومجتمعها.
مشروع جميل لو أنه تكرر في باقي المحافظات. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود بعده لمواصلة أسبوع البلد. تكرموا بالبقاء معنا. في المهرة قصص لم تروى من قبل وأرض ذات سحر وجمال، حضارة عريقة وإنسان يناضل ويكافح وواقع حافل بالأحداث والتطورات. ننقلها كل أسبوع في برنامج من المهرة. يا أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أسبوع البلد مجددا. من عزلة السوى بمديرية المعافر جنوب تعز، طالبة في مستهل الثانوية العامة متعددة المواهب تسبق عمرها بعقود زمنية مقارنة بتحصيلها العام معرفيا وثقافيا وإبداعيا. هذه الطالبة حافظة لكتاب الله ومجيدة لقراءة القرآن الكريم، إلى جانب كونها خطاطة ورسامة كاريكاتورية فضلا عن مواهب أخرى تمتلكها. أخبرناكم أن حلقة اليوم مليئة بالتقارير التي تخص المواهب. أمة الغني، الفتاة التي تجاوزت عمرها، نرويها لكم في هذا التقرير. نتابع سويا. على من حسرتي دمعي على معال الخاد، ألا دمعي على معال الخاد. هذه أمة الغني عبد الغني الحداد، ابنة 16 عاما، بحساب أعمار العباقرة الذين اختصهم خالقهم بأسرار خارقة. فليس غريبا أن تتربع على المركز الأول دون منافس طوال سنين دراستها، إذ كانت قد حققت عدة إنجازات أخرى تكبرها في مجالات متعددة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هنا إنجاز أول يتمثل بحفظ كتاب الله تعالى بتلاوة إبداعية تضاهي بها أداء كبار القراء بمهارة وإتقان. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. لم تجعل أمة الغني من القرآن ذريعة لانكفاء ودفن بقية مواهبها، كما لم تجعل منه حاجزا أمام تحقيق رغبتها في مختلف المجالات الإبداعية، إذ وجدت في نفسها مشروع منشد ديني ومغنى هادف بضوابطها الخاصة. كلما أمعنت في الكون فكرا، أقرأ الكون أفلاكا وبحرا، زدت إيمانا بآيات ربي، مبدع الكون جل شأنا وقادرا، مبدع الكون جل شأنا وقادرا. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن، وعشت فيها لجلها عانيت، وانغبت عنها أنا لها حنيت. ولأنها من المعافر بلد المنشأ للمولالات التعزية، وجدت نفسها مولعة بتراث الجدات ومعنية بتجديده وتطوير أغراضه حتى يكون معبرا عن انفعالات الواقع وصوره.
يا قيادة المجلس بكم نأمل، ألا بكم نأمل، بالله عليكم ابحثوا عن الحال، كما اشتقولوا أمركم في عرقال، ألا اشتقولوا أمركم في عرقال، ارحموا قليب الحرب قاتي العال. وهنا تثبت أمت الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة الفقيد النعمان بالنشمة جنوب تعز أنها على قدر كبير من الوعي والنضج المبكر بتعاطيها في هذا السن فن الكاريكاتير ليس كرسوم مجردة بل كأداة موغلة في قضايا من صميم الواقع ناهيك عن موهبتها البارعة في مجال الخط العربي. ما شاء الله تبارك الرحمن، زادك الله جمالا وإبداعا وتألقا يا أمت الغني، ونتمنى لك دائما الاستمرار في هذه المواهب. صوت جميل وأداء رائع جدا في التقرير الذي شاهدناه وإياكم سويا. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى عدن حيث أحيا شباب وشابات في ساحة معهد الفنون الجميلة المفتوحة في مدينة عدن حفلا فنيا غنائيا هنديا لتعزيز التعايش الذي عرفت به المدينة والتذكير بتاريخها والمساهمة في الحفاظ عليه كتراث فني للمدينة منذ مئات السنين. نتابع وإياكم التفاصيل في هذا التقرير. لم يكن حفلا موسيقيا في الهند ولا لجالية هندية في المهجر، بل هنا في مدينة عدن، مدينة المحبة والسلام والتعايش والتنوع الثقافي الذي عرفت به المدينة، عرفت بإيقاعات وصوت أبنائه لتعود بالذاكرة إلى مئات السنين، مصحوبة بفقرات نالت استحسان الأسر العدنية وأعادت للمدينة تراثها الهندي الذي اختفى عنها منذ عشرات السنين. الأمسية الفنية التي نظمتها مؤسسة جدارية بدعم من منظمة العمل للأمل اشتملت على ثمان فقرات فنية متنوعة، وفيها أدى الفنانون والموسيقيون أشكالا مختلفة من الغناء واللوحات الراقصة الفنية وسط أجواء مسائية وحضور جماهيري لافت. البعض أظن أنه قاول الهنود مع بريطانيا، ولكن هذا غير صحيح. تاريخ التواجد الهندي والعلاقات الهندية ما بين مدينة عدن لا أكثر من 1000 عام، بسبب الموقع التجاري لمدينة عدن، وبسبب أنها مدينة تقبل كافة العراق والأديان والطوائف واللغات من كل أنحاء العالم، فجاءوا الهنود إلى عدن واستوطنوها وسكنوا فيها وتركوا فيها آثار كبيرة من الناحية الاجتماعية والثقافية والمعمارية والفنية، وهذا أثر إلى حد ما بشكل كبير على التكوين الاجتماعي لمدينة عدن. الهرمونية والطبل الهندي كانا حاضرين في الحفل، كما اكتسى الأطفال لباس الساري المشهور، إضافة إلى إقامة معرض صور ورسومات وبيع الحلويات الهندية للزائرين والأكلات الشعبية العدنية الهندية. شيء جميل حقيقة، شيء جميل لأنها تمثل ثقافة موجودة في عدن وليست غريبة على عدن وأبناء عدن، وأيضا ثقافة وامتزاج ثقافة العدنية أو الثقافة اليمنية مع الثقافة الهندية تعطي نوع من الطابع الجميل والإحساس الجميل والشعور الجميل إن نحن استطعنا ننفتح على ثقافة موجودة وجميلة هنا في عدن. ولأكثر من 3 ساعات ذهب الجمهور في رحلة فنية تضمنت أنواعا من الرقص والطرب الشعبي الهندي الذي عكس التنوع الثقافي للمدينة لعقود طويلة، وامتزجت مع مختلف الأقليات العرقية التي عاشت فيها، منها الأسر الهندية التي نقلت عاداتها وتقاليدها من الفنون والرقص
باستخدام الآلات الموسيقية الخاصة بالإضافة إلى أزيائها وأكلاتها التي اشتهرت بها. ما كانش في غربة بين الناس هذول الموجودين، نشأنا معاهم مع بعض في المدارس، نشأنا معاهم في الحفلات، نشأنا معاهم في حفلات الأعراس، في الجمد، في كثير من العلاقات الاجتماعية اللي كانت موجودة بين الناس، كانت أخلاقيات تحكمها الجانب الإنساني، كنت ما تعرفش إنه ده هندي، ده باكستاني، ده عدني، ده صومالي، ده حبشي، كانت الناس كلها عايشة مع بعض. أجواء فرائحية عمت المكان عكست مدى تمسك تلك الأسر بالتراث الغنائي الهندي ومدى حرصها على حفظ هذا الفن الشعبي الذي عاد إلى الواجهة بعد عشرة السنين من التوقف. يطلق عليها في المديرية جنة الوازعية نظراً للجمال الآسر. المخشب منطقة سياحية جذابة حيث الشلالات والأنهار الجارية والأشجار المتعددة التي تكسو المكان هيبة وجمالا مضاعفا. نشاهد وإياكم هذا التقرير. هنا ببلدة المخشب في أقصى مديرية الوازعية غرب تعز سر من أسرار الطبيعة وسحر فريد يأسر ألباب الزائرين في تلال جبلية تحيطها الخضرة والمياه الآسرة، فالأشجار المتنوعة والشلالات التي تنساب من قمم الجبال تزيد المكان سحرا وجمالا يفوق الوصف والخيال. منطقة المخشب منطقة تمتاز بسحر جمالي رائع، حيث الله سبحانه وتعالى حباها بعين ماء. هذا العين الماء الذي نحن نراه ينساب من فوق هذا الشلال أمامنا، وهذا هو سببا في وجود الخضرة المستمرة طول العام على جانب الوادي من الجهة الأيمن ومن الجهة الأيسر، وهو منطقة يعني يستفيد منها السكان لرعي أغنامهم وللتنزه ولغير ذلك، وهي منطقة تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل الجهات المسؤولة حتى تكون هذه المنطقة منطقة للترفيه أو للتسيح والترفيه عن النفس، حيث هذه المنطقة الوازعية بأكملها من حولها لا توجد فيها مناطق للترفيه أو مناطق فيها مناطق خلابة أو مناطق فيها آثار تاريخية وفيها غطاء نباتي متميز. تعد هذه المنطقة القبلة السياحية الفريدة في المديرية وفق زائرين، ولا مثيل لها في مناطق المديرية الأخرى، بيد أن الجمال وسحر الطبيعة تنقصهما مقومات الحياة لتشجيع الاستثمار الجيد، بما ينعكس إيجابا في رفع مستوى المنطقة خدماتيا وسياحيا. أنا بصراحة ندمان لأن أنا ما زرت هذه المنطقة من قبل، أشعر بالندم بصراحة. يعني أنا سمعت الناس تتحدث مثلا عن شلال المخشب، عن وادي المخشب، بس بصراحة ما كنتش أتوقع أنه الذي في الواقع أفضل مما سمعته عند الناس. يعني منطقة بصراحة خلابة ساحرة يعني مبهرة فوق الوصف فوق الخيال، منطقة خيالية بصراحة. أنا أعتبر أي شخص لم يزر هذه المنطقة أنا سيندم، كل من لم يشاهد هذا المكان بصراحة أنا أشعر بالندم لأن أنا ما زرت هذا المكان. يعني أشجار معمرة، الجبال مع الأشجار المعمرة مع الشلال يوجد صورة ساحرة فوق الوصف. رسالتي إلى من يهمه الأمر إلى أن هذه المنطقة تحتاج إلى اهتمام كبير، وهو المحافظة على الغطاء النباتي وعدم تقطيعها، لأن المناطق البعيدة أصبحت يعني تقطع الأشجار وتقطع المناطق ذا، ونحن نشعر أن هذه المنطقة ممكن تتعرض للتجريف وتعرض لقطع الأشجار وتتحول إلى أرض جرداء. تبقى بلدة المخشب هي الجمال المختلف للطبيعة في الوازعية والذي لا يتكرر في مناطق أخرى في المديرية، لكن ما يضعف من استغلال القدرات الطبيعية المتنوعة والساحرة هو غياب الخدمات لتشجيع المزيد من السياح لزيارتها، بالإضافة لغياب الإرشادات للزوار، ناهيك عن ضعف قدرات السلطة المحلية في رفع مستوى المنطقة سياحيا لشح الإمكانات. ننتقل مشاهدينا إلى المهرة، حيث وصلت العيادات الطبية المتنقلة إلى المحافظة لأول مرة استجابة لنداء مكتب الصحة والسكان بالمحافظة من أجل رفض عدد من المناطق الريفية البعيدة عن المدينة بالخدمات الصحية، خصوصا بعد انتشار الكثير من الأمراض في الفترات الماضية، بهدف محاصرة هذه الأمراض في تلك المناطق
المحرومة من أبسط الخدمات. نتابع. مع استمرار النزوح إلى محافظة المهرة وانتشار الحميات، وصلت العيادة المتنقلة من وزارة الصحة لترفد المناطق البعيدة عن مستشفى الغيضة وتخفف معاناة المواطنين في المناطق الريفية. اعتبر هذه العربية المتنقلة حاجة مهمة جدا وأساسية، ولازم توفر في كل المحافظات لكي تخدم الأشخاص أو المناطق البعيدة من المدينة، تتنقل إلى الأرياف وإلى الأماكن البعيدة من الناس التي لا تستطيع أن تصل إلى المدينة. طبعا العربة هذه ما شاء الله فيها جميع العيادات، عيادة الأطفال والنساء والولادة والأشعة والمختبر، كل التخصصات ممكن المهمة موجودة فيها. العيادة المتنقلة مرفق صحي مجهز بجميع المعدات وكادر صحي مدرب على التدخل السريع وإنقاذ المرضى، لا سيما من الأسر النازحة والفقيرة التي لم تتمكن من العلاج نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والحرجة التي يمر بها المواطنون بشكل عام. أجهزة نوعية سواء كان في جانب المخبري أو في جانب الأشعة أو النساء والولادة والطب العام، يعد إضافة إلى الجانب الخدماتي الصحي في محافظة المهرة. سيكون نقلة نوعية في مجال خدمة المرضى عن قرب في مختلف المديريات. وصول العيادات المتنقلة لأول مرة للمهرة يساعد على الكشف عن حالات سوء التغذية وتقديم العلاج في الوقت المناسب والتخفيف عن معظم المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية عن المراكز الصحية ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج. نحن سعداء جدا بتواجد أو توفير هذه العيادات المتنقلة التي أتت دعم من الشعب الياباني، منحة للشعب اليمني، ونحن كان نصيبنا عيادة متنقلة على مستوى محافظة المهرة. عيادة المتنقلة هذا سوف تعمل نقلة نوعية بتقديم الخدمات الصحية للمرافق الصحية أو المناطق الصحية النائية التي هي المستوى الثاني أو المستوى الثالث. إن شاء الله تعالى سنقوم بعيادات متنقلة لعدة مناطق. يأمل المواطنون من العيادة المتنقلة أن توفر حلا لمشكلة انعدام المساعدة الطبية عبر الكادر المؤهل وتقديم خدمات وأدوات مجانية للأطفال والحوامل والمرضعات وعلاج حالة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المراكز الصحية بسبب عدم قدرة أهاليهم على تحمل تكاليف العلاج الباهظة. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة المهرة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء وطيب المتابعة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام أسبوع البلد، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات معد البرنامج سيف عبد الناصر وكافة الطاقم. في أمان الله.